Donc, de bien sûr, vous êtes ça, ok? Bien. Donc, d'abord, quand il y a un question, un question, bien. Donc, un question. يعني فاش كنقصد زيد على زيد بريم مع زيد خصو يكون غنكتب لكم هنا زيد بريم خصو يخالف صفر، يعني كي نقول لك ا يخالف صفر او واحد فيهم خصو يخالف صفر او بي يخالف صفر تو سامبلوم، او لا زيد بريم فيه اكس و ايغريك، دونك اكس يخالف صفر و ايغريك يخالف او واحد فيهم ولا بجوج ماشي مشكل، اوكي سواء واحد فيهم سواء بجوج، اوكي بجوج خصو يخالفوا صفر ولا واحد فيهم يخالف صفر باش يكون بيان سور زيد بخيم غير منعدم، اوكي بيان. دونك يعني فاش نقصد زاد مقسوم على زيد بخيم، يعني هي ا بليس اي بي مقسومة على اكس زائد اي اكغي، ولكن خاصنا تبقى تبقى لنا اي في المقام، هذا هو يعني الهدف ديالنا، هي ما تبقاش لنا اي في المقام، دونك باش ما كتبقاش لنا اي في المقام تو سامبلومون كنضرب في المرافق ديال اكس زائد اي اكغي. دونك يعني هنا كاينه واحد واحد سميتو واحد الكلمه جديده اللي غنزيدها لكم، غادي نزيد هنا مرافق زد هو بيان سور، هو بيان سور تو سامبلو ممكن نسد مثلا فين هو الزد، هو هذا ا بليس اي بي، كن ا ما كنلحقش له وكنشيل هاد البارتي ايماجينير وكندير ناقص بي، يعني هنا يعني ناقص اي بي تو سامبلو، يعني تو سامبلو كتشد يعني هنا كتكون زائد مثلا كانت عندك هنا بي هنا كدير ناقص بي تو سامبلو، يعني عندك بي ناقص بي بيان، مثلا كانت عندك هنا ناقص بي هي ناقص 5 هنا غتكون زائد 5، اوكي كانت عندك مثلا بي تساوي 3 هنا غتكون ناقص 3 اكسترا، يعني غير في البارتي ايماجينير، يعني كتكون في المرافق يعني ناقص كديرها غير في البارتي ايماجينير صافي، البارتي غير ما تلحقش لها بارتي ايماجينير فقط. بيان دونك مرافق زد هو ا موان اي بي ونرمز له بي زد بار، دونك زد بار هادي كتسمى زد بار، دونك زد وكندير واحد الشريطة الفوق يعني بار، اوكي زد بار بيان، دونك هذا هو المرافق. بيان دونك دابا غنضربو في المرافق ديال هذا، دونك بيان سيغ خصني نهبط شوي، دونك خليها هنايا، دونك يعني غنضرب المرافق يعني ا زائد اي بي مقسومة على اكس زائد اي ايغريك، وفي المقام غنضرب في المرافق ديال هذا يعني هو اكس ناقص اي ايغريك، قولوا بيان، يعني ضربت في المقام غنضرب في الوسط، يعني ضربت في الدينوميناتور غنضرب في النيميراتور اكس ناقص اي ايغريك كتساوي، دونك لاحظوا معايا مزيان، دونك اكس هو اكس يعني اكس بس كنديرو مباشرة هادشي في سات، يعني الضرب راه فهمناه منين تنديرو، غنديرو اي ايغريك في موا اي ايغريك، يعني غتعطيني موا اي اوس اثنان ايغريك اوس اثنان، ولكن اي اوس اثنان كتساوي ناقص واحد، يعني غتمشي لي هاد الناقص، يعني غتبقى لي زائد ايغريك اوس اثنان، وبيان سيغ زائد اي ايغريك اكس وغتكون ناقص اي ايغريك اكس، يعني متقابلين غيمشيو، يعني غتبقى لي غير اكس اوس اثنان زائد ايغريك اوس اثنان، دونك غنزيدها لكم هنا كخاصية. طب بيان سيغ غنعاود نعاودها لكم، باش كنقول لك زاد في الزاد باغ في المرافق ديالو تو سامبلومون كيعطيك البارتي غيال اوس اثنان زائد بارتي ايماجينيغ اوس اثنان ديريكتوم، اوكي بيان، دونك هنا بيان سيغ غننشر ا فوا اكس وغندير اي بي فوا موا اي ايغريك، يعني غتعطيك اي مع يعني بليس، يعني بليس كوا بي بي ايغريك بي ايغريك وينو، يعني غير نشر هادشي كنديرو مباشرة بليس اي غنعمل بي اي وغتبقى لي هنا بي اكس موا ا ايغريك موا ا ايغريك صاي، دونك هادي بيان سيغ، ودابا غتفرق تفرق بيان سيغ البسط يعني نيميغاتور وغتحصل على النتيجة، يعني كتكتب على الشكل ا اكس زائد بي ايغريك مقسومة على x أس 2 زائد y أس 2 زائد e في b x
ناقص ا ايغريك مقسومة على اكس اس 2 زائد ايغريك اس 2. بيان سيغ ما كاين لاش نديرو ميتال بيان سيغ في هاد العملية، راه فغيمون فاسيل ماشي حاجة صعيبة، ساهل بزاف. دونك يعني الجامعة هادشي راه اون جينيرال، يعني نتوما عوضوا أي عدد يعني بغيتو راه غتلقاو نفس النتيجة، يعني هادشي راه بصفة عامة كيف ما كان أو بي من إيغ، غير في الحالة ديال القسمة خاص يكون زيد بريم يخالف صفر، يعني واحد في هادو خاص يخالف صفر أولا بجوج كيخالفو صفر. تو سامبلو يعني دابا نتوما غتحاولوا ديروا شي امثله بسيط باش يعني تتفهموا هاد العمليه تاع العدد العقدي، يعني هذيك شي بسيط. اوكي بيان، دونك راه بيان غتعرفوا على التمثيل الهندسي لعدد عقدي، يعني في المستوى في البلو، كيف البلو في المستوى يعني كومسا. اوكي دونك رابعا التمثيل الهندسي لعدد عقدي. دونك كيفاش كنقصد التمثيل الهندسي؟ تو سامبلومون ناخذ واحد المستوى اللي كيتسمى مستوى عقدي، دونك ليكون بي، رمز لي بي يعني زعما البلان، بلان يعني مستوى بي، المستوى العقدي منسوب إلى معلم متعامي منظم مباشر او اي جي، او اي جي كيفاش يعني منسوب الى معلم، يعني منسوب يعني مقيد بواحد المعلم. اوكي دونك هذاك المعلم هو باش معرف هذاك المستوى. اوكي بيان، دونك متعامد يعني هذا المعلم خصو يكون متعامد. منظم، منظم يعني كيف ما قلنا يعني هذا الاي كتكون واحد الفيكتور اونيتير يعني واحد. اوكي مباشر يعني او اي جي مباشره، يعني او اي جي بهذا المنح. بيان دونك نحاولو نديرو المعلم، شي فغيمون فاسيل ماشي شي حاجة صعيبة. اوكي دونك ساهل بزاف. دونك نديرو واحد المعلم، هذا كيتسمى مستوى العقدي. اوكي بيان، دونك دونك بالنسبه لهذا المحور او لهذا لاكس كيتسمى المحور الحقيقي. دونك هذا كيتسمى المحور الحقيقي، المحور الحقيقي دونك لاكس غير. اوكي وهذا كيتسمى المحور التخيلي، هذا هو اللي فيه يعني كيكون فيه لي بارتي ايماجينير او لا الاجزاء التخيلي، المحور التخيلي. اوكي يا دونك يعني باش كنولي ما كنبقاش نكتب لكم المحور الحقيقي والمحور التخيلي، يعني كنولي ندير لكم هنا اي اخر، يعني كنقصد بان كندوي على المحور التخيلي، وهنا كندير لكم اخر يعني كندوي على المحور الحقيقي. تو سامبل. اوكي بيان، دونك عندنا او اي جي يعني لا باز، يعني القاعده ديال هذا المستوى اولا ديال هذا المعلم. اوكي دونك يعني او هو لوريجين اولا الاصل، اي كتكون بيان سيغ في لاكس ريال يعني محور الحقيقي، والجي واحد الفيكتور كيكون في المحور التخيلي، يعني فيكتور بحال اللي قلتي هذا الفيكتور اي و جي، فيكتور انيتير كيوجهوا لينا هاد المحور. تو سامبلوم يعني هاد الفيكتور هاد اي، هذا فيكتور هو اللي كيوجه هاد المستقيم، هذا المستقيم اللي فيه ار، وهاد جي هو اللي كيوجه لي المستقيم اللي فيه ار، يعني المحور التخيلي. بيان صافي، تري تري بيان. بيان سور علاش كيتسمى بيان سور مومنظر؟
حيت لا درنا المنظم المنظم كنديروا ليه هذا الرمز دونك هادشي غير اونتر بارونتيز غتعرفوه في فيزيك كيساوي المنظم ديال جي كيساوي واحد اوكي يعني فيكتور اونيتير يعني واحد المنظم ديالهم كيساوي واحد بيان دونك دابا غناخذ واحد التطبيق اف هاد اف غيمشي من سي نحو كوا المستوى العقدي بي اوكي نحو بي يعني فاش كنقول بلون يعني هو المستوى هذاك الساس كيتسمى مستوى عقدي يعني بلون بي يعني واحد العدد من سي واحد العدد سميتو تخيلي يعني كتكتب على شكل اكس زائد اي اكغيك اكس ينتمي الى ار اكغيك ينتمي الى ار اكس يسمى